لمصلحه منتخب العراق. ارسال كره عرضيه الان في الجهه اليمنى لمصلحه المنتخب العراقي، لكن تاخر في الكره الماضيه لاعب المتقدم امير غانم. كره مع امير الان، يرسل الكره داخل منطقه الجزاء، محاوله خطيره راسيه، جول الهدف الاول لمصلحه منتخب العراق، الهدف الاول لمصلحه المنتخب العراقي عن طريق اللاعب حسين زياد. حسين زياد اللاعب اللي كان مختفي في اللحظات الماضية يظهر من خلال الكرة الماضية ليسجل الهدف الأول لمصلحة المنتخب العراقي في الدقيقة 29، ويترجم الأفضلية والسيطرة للمنتخب العراقي في الدقائق الماضية. إذا هدف لمصلحة منتخب العراق، وشاهد الجماهير العراقية الحاضرة المؤازرة المشجعة لمنتخبها، والذي يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول من هذا اللقاء. سيطرة كانت عراقية وهدف مستحق للمنتخب العراقي بعد أداء كان بالفعل يعني خلينا نقول إحكام على السيطرة في على ملعب المنتخب العراقي. شوف الكرة الماضية كرة سهلة جدا، ولكن الإبعاد لم يكن حاضر من المدافع المنتخب العراقي، ورأسية كانت يعني بدون أي رقابة للاعب المنتظر في الكرة الماضية حسين زياد، اللي يضع الكرة في الشباك ليتقدم اليوث بالهدف الأول. هدف لمصلحة منتخب العراق، مقطوعة الكرة الماضية تتحول مرتدة لمصلحة المنتخب الكويتي في الجهة اليمنى، انطلاقة مع إبراهيم مرزوق، يتقدم إبراهيم لخزان محمد، مستمرة خطيرة، تعادل، جول هدف التعادل لمصلحة المنتخب الكويتي، هدف التعادل عن طريق اللاعب البديل فهد العجمي. فهد العجمي يعادل النتيجة لمصلحة منتخب الكويت بعد هجمة مرتدة وخطأ في ارتداد الكرة. إبراهيم مرزوق أخذ الكرة وتقدم وانطلق وأرسل الكرة باتجاه العجمي اللي وضع الكرة في الشباك ليطلق الفرحة الكويتية في المدرجات وفي المنصة الرئيسية، وبالتالي يتعادل المنتخب الكويتي بهدف لهدف. شوف إبراهيم لما تحرك، لاعب خطر ولاعب كذلك مزعج الدفاعات، والعجمي يأخذها سهلة مقشرة يضعها في الشباك، وبالتالي يتعادل الأزرق مع الأخضر، يتعادل المنتخب الكويتي أمام المنتخب العراقي، تصبح النتيجة هدف لهدف، هدف لهدف. فهد العجمي يعادل النتيجة الآن للأزرق 1-1، تصبح النتيجة بين المنتخبين الشقيقين العراقي و